وخير ما نفتتح به يتفضل مشكورا مأجورا. سارعوا إلى مغفرة من عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأقول للأجيال المستقبلية بأن معركتنا مع الاستعمار لم تنتهي، إلى اليوم لم تنتهي. صحيح انتصرنا عليهم ونحن اليوم نحتفل بعيد النصر في 19 مارس، صحيح صارت لنا سيادتنا في 5 جويلية، ولكن السموم الفرنسية لا تزال مستمرة ولا تزال موجودة داخل المؤسسات الجزائرية في الدولة وفي المجتمع. فالذي أدعو إليه بمناسبة 19 مارس، وأدعو إليه خاصة الأجيال الشابة، احذروا أن تظنوا بأن المعركة مع الاستعمار انتهت. المعركة مع الاستعمار لم تنتهي، لا تزال مستمرة. ومشاكل الجزائر الثقافية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية والدولية سببها السموم الاستعمارية التي بقيت موجودة إلى الآن. أيها الإخوة الأفاضل، قادة وأرباب وأركان الاستعمار يقولون بأن مشكلتنا مع الجزائر ستنتهي يوم أن ينتهي جيل المجاهدين وأبنائهم، وأنه حينما تأتي الأجيال الشابة الجديدة التي لن تكون مشبعة بروح الثورة وروح الحركة الوطنية، عندئذ أمورنا مع الجزائر ستنضبط. هذا الذي قالها أركانهم ومن بينهم برنار كوشنر، هذا الهرم الماسوني الصهيوني الذي كان وزير خارجية فرنسا، قالها بكل صراحة بأن مشكلتنا مع الجزائر ستنتهي نهائيا حينما ينتهي عهد المجاهدين. ولذلك أقف هذه الوقفة اليوم بمناسبة 19 مارس لنقول لهذا ولأمثاله بأننا نحن جيل الاستقلال، نحن أبناء الشهداء والمجاهدين، نحن الذي رضعنا لبن الثورة التحريرية طفولتنا كلها، ونحن نسمع من آبائنا وأعمامنا وأخوالنا ومن أجدادنا، نسمع قصص الثورة ونسمع عن جرائم الاستعمار في حق الشعب الجزائري. فصار لنا من الغضب والحقد على الاستعمار مثل ما عاشه المجاهدون وربما أكثر، لأن المجاهدين بردوا خاطرهم بقتل جنود الاستعمار والإذخان فيه وهزيمتهم. أما نحن جيل الاستقلال لم تكن لنا فرصة لمواجهة الاستعمار، فلذلك إحنا ما نبردوش خاطرنا وما نسكنوش أوجاعنا إلا بمواصلة الكفاح ضد آثار وبقايا الاستعمار حتى يمحى نهائياً بإذن الله تعالى. ونحن دورنا يا إخواننا، نحن أبناء الشهداء المجاهدين، دورنا أن ننقل هذه المفاهيم وهذه القيم، ننقلها
لأبنائنا وأبناء أبنائنا.